السلام عليكم. تركت الاشتباكات المسلحة الأخيرة في مدينة خلدة جنوبية بيروت أو جنوبية العاصمة بيروت ندباً في لبنان المتألم أصلاً من واقع اقتصادي متردٍ وسياسي متأزم وأمنياً متوتر. قيل في الاشتباكات إنها اندلعت بعد قتل أحد مؤيدي حزب الله لأسباب ثأرية وراءها تورط القتيل بأعمال قتل واستفزاز طائفية قبل عام. وقيل أيضاً إن أيادي خفية تريد أن تجر حزب الله إلى اقتتال داخلي لإضعافه. لكن ما يجب أن يقال في هذه اللحظات إن هذه الأحداث التي تزامنت مع ذكرى مرور عام على انفجار مرفأ بيروت الكارثي كيف ستؤثر على أهم استحقاق سياسي في البلاد، وهو تشكيل الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي الذي يخوض صراعاً سياسياً حاداً مع الرئيس اللبناني ميشيل عون بشأن حصص الحقائب السيادية. بالرغم من أن حزب الله أعرب عن عدم رغبته في التصعيد، إلا أن أمينه العام حسن نصر الله قال ليس لدينا دم يذهب على الأرض، في إشارة تعكس شعور الحزب وأمينه العام بفائض القوة في البلد المنقسم على نفسه. في حلقتنا هذه من برنامج حديث العرب نتوقف مع هذه التطورات ونبحثها من زاويتي الخلفيات والأبعاد، ولكن بعد متابعة التقرير التالي. اشتباكات وقتلى وجرحى وتصعيد بين ميليشيات حزب الله والعشائر العربية في منطقة خلدة جنوبية بيروت، في مشهد يعلو فيه صوت الرصاص على صوت القانون، ويكشف عن اللفظ الشعبي لسلاح ميليشيا حزب الله الذي أدخل لبنان في أزمات لا حدود لها. اتحاد العشائر العربية في لبنان قال إنه ما عاد قادرا على ضبط الشارع في باقية المناطق، خاصة وأن الجميع اتفق على رفض دفع فاتورة معركة سلاح ميليشيا حزب الله، داعيين الجيش اللبناني والقيادات السياسية للتدخل السريع لوقف الفتنة قبل فوات الأوان في ظل أوضاع خطيرة. بينما حذر مراقبون من أن أحداث خلدة قد تكون الخطوة الأولى باتجاه الانفلات الأمني بالتزامن مع تهديدات أطلقتها ميليشيا حزب الله توعدت فيها بالرد الحازم وإنهاء ما جرى ببضع دقائق فقط بعيدا عن سلطة القانون، ووصفت صحيفة الجارديان لبنان بالدولة الفاشلة وأنه ما زال بلدا مشلولا ومنكوبا في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة أن هناك أكثر من مليون لبناني يحتاجون إلى مساعدة إغاثية لتغطية احتياجاتهم الأساسية. ووفقا للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان فإن البلاد وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التدهور بمعدلات فقر تجاوزت 55%. يبدو ومن خلال الأحداث والأزمات التي يمر بها لبنان أن الواقع اللبناني يسير باتجاه منحدر خطير أصبحت البلاد فيه مستباحة بشكل كامل أمام التدخل الخارجي لا سيما من قبل إيران والأزمة الاقتصادية الخانقة، فضلا عن الانهيار الأمني الذي وضع البلاد أمام تحديات صعبة في ظل غياب الدور العربي في حل الأزمة اللبنانية. إذن حديث الرصاص في مدينة خلدة يعلو مساعي الساسة لتشكيل الحكومة عن هذا الموضوع. يسعدنا الترحيب بضيفينا الكريمين اللذين يشاركان عبر سكايب من العاصمة اللبنانية بيروت. نبدأ مع الأستاذ طارق شندب أستاذ العلوم السياسية، نرحب بك أستاذ طارق، كما نرحب بالأستاذة سوسن مهنة الكاتبة الصحفية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. لو بدأنا مع الأستاذ طارق، اشتباكات الرواية الرسمية المعتمدة الآن أن اشتباكات في مدينة الخلدة قامت على أساس عمل ثأري، لكن أريد أن أسألك هل ثمة قراءة خاصة يجب أن تنطلق من أهمية الزمان والمكان فيما يتعلق بما حدث في خلدة؟ أولا يعني تحية لك ولضيف. أهلا وسهلا. ما حدث في مدينة خلدة هو استمرار لمسلسل اختيار الدولة الذي يمارسه ميليشيا حزب الله على الأراضي اللبنانية واللبنانيين، هو استمرار لهيمنة سلاح الإرهاب الذي يضرب اللبنانيين في كل مرة بدون أي سبب وبدون أي محاسبة، هو استمرار لسلاح الفتنة والقتل الذي تمارسه ميليشيا حزب الله وعصاباتها. طب استاذ طارق لو اذنت لي هنا ان اقاطعك، يعني ما علاقه سلاح حزب الله بشاب في عرس في بيت اهله جاء شاب اخر وقتله واطلق عليه الرصاص، ما علاقه سلاح حزب الله في هذه المساله؟ اولا ان القاتل الذي قتل منذ عده ايام هو ينتمي الى ميليشيا حزب الله
وهذه الحادثة وقعت منذ حوالي سنة عندما قام هذا القاتل برفقة مجموعة من المقاتلين بحجة أنهم ينتمون إلى سرايا المقاومة وهي ميليشيا التابعة لميليشيا حزب الله، وقاموا بإطلاق الرصاص والاعتداء على أهالي خلدة، ومما أدى إلى مقتل الطفل من عشائر خلدة. الدولة اللبنانية بأجهزتها الأمنية والقضائية هي أحد أسباب هذه الفتنة، لأن الدولة بأجهزتها الأمنية والقضائية رفضت أن توقف الفاعل، رفضت طوعا أو كرها لا أعرف، ولكن الذي أعرفه أن هناك ضباط وعناصر متآمرة مع هذه الميليشيا، وأن القضاء يجب أن يقوم بواجبه، وأن الدولة لديها السلطة الكاملة والجيش لديه السلطة الكاملة في التدخل في أي نزاع نراه على الأراضي اللبنانية، إلا عندما يتعلق الأمر بميليشيا حزب الله فهو يترك القتلة والإرهابيين يسرحون ويمرحون. القتيل كان من العشائر، ومنذ عدة أيام قام شقيق المقدور بالأخذ بالسأر من القاتل الذي ينتمي إلى ميليشيا حزب الله، وهنا قامت ميليشيا حزب الله باستعراض عسكري وحاولت إثارة الفتن، يعني كلنا شاهدنا على شاشات التلفزة كيف حاولت بالسلاح وبالشعارات وبالاعتداء على هيبة الدولة، وحاولت أن تعتدي على أهالي خلدة، ولكن أهالي خلدة كانوا في حالة دفاع عن النفس. المضحك المبكي أن مسؤولي ميليشيا حزب الله عندما يعني يأكلون الضرب كما يقال في العامية اللبنانية ينادون بضرورة تدخل الدولة وتسليم القتلة، فيما قتلتهم المجرمين الذين قتلوا رئيس الحكومة يتباهون بأنهم قتلوا رئيس الحريري، يتباهون بأنه قديس ولا يسلمونه، ويتباهون بكل المجرمين الذين عندهم. وبالمناسبة هذا القتيل الذي قتل منذ عدة أيام في خلدة وهو أحد قادة شبيحة حزب الله كان يتفاخر بصوره الذي ينشره على الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي بقتل أطفال سوريا. طيب دعني أتحول إلى الأستاذة سوسن، هل الثأر وحده هو ما دفع إلى ما شاهدناه في مدينة خلدة جنوبية بيروت، أم ثمة حسابات ودوافع أخرى أججت هذه الاشتباكات وأججت الاحتقان الآن الموجود في الشارع بسبب ما حصل في خلدة؟ مساء الخير أستاذ جهاد، لك مساء النور. طبعا نعلم منذ فترة طويلة هناك شعور لدى الطائفة السنية في لبنان بانكسار لنقل، ويعني لنقل بالسياسة هزائم متتالية سياسية. هو ليس الثأر فعليا ما أدى إلى هذا التصرف أو إلى هذا الحدث، ربما هو احتقان، وما ساعد على تفجير هذا الاحتقان هو استفزاز عناصر حزب الله عندما مروا داخل منطقة العشائر العرب الموجودة في خلدة. يعني كانوا يستطيعون أن يستعيدوا عن الطريق الداخلية ويكملوا طريقهم إلى الجنوب بشكل عادي، ولكن هم مروا داخل منطقة العشائر العرب بطريقة استفزازية استعراضية مدججين بالسلاح. يعني حتى الآن لا نعرف لما جنازة على من يمشي بهذه الجنازة أن يكون مدجج بالسلاح. طبعا هناك تفسيرات كثيرة لما حدث، هناك دفاع من قبل حزب الله، ولكن على الأقل أو الأكثر ترجيحا أن من هو المحرج الأول هو حزب الله، لأن حزب الله لا يعني لا يريد الآن أن يدخل بحمام دم بالداخل اللبناني، خاصة بعد حوادث قمصان السود، حوادث 7 أيار التي كانت قد تؤدي إلى فتنة سنية شيعية بداخل البلد. هو الآن يريد أن يبقى على هذا الستاتيكو داخل البلد، هو المحرج الأول، لا يريد أن يدخل بفتنة سنية شيعية. لنذكر أن بعد تشكيل حكومة تمام سلام عام 2014 وبعد جلسات الحوار بين تيار المستقبل، نحن نعلم تيار المستقبل هو برئاسة سعد الحريري رئيس الحكومة السابق، وحزب الله حاولوا أن يتوصلوا إلى ما يسمى برابط نزاع كي لا يدخلوا البلد بأتون الصراع السني الشيعي الموجود في المنطقة.
طيب استاذه سوسن ابقى معك، يعني فيما يتعلق بموضوع الثأر، الروايه التي قدمتها منافذ الاعلاميه التابعه لحزب الله انه ان الامر ليس مجرد عمل ثأري، لانه لو كان عملا ثأريا لاكتفي بقتل هذا المؤيد لحزب الله او احد عناصر التابعه لحزب الله وانتهى الامر، لكن بعد ذلك في الجنازه التي سارت في الطريق الى خلدة ايضا هجمت وقتل عنصران آخران من حزب الله. هنا يقول حزب الله بأن هذه العملية مدبرة وأن وراءها أياد خفية. إلى أي مدى أنت كمراقبة وصحفية وكاتبة صحفية في لبنان تقتنعين بأن هناك وراءها أياد خفية وليست مجرد عمل ثأري يعكس يعني إحباط السنة كمكون كبير في لبنان من فقدان الوزن السياسي إذا صح التعبير؟ نعم، أولا ليس فقط الطائفة السنية، كل لنقل المواطن العادي، المواطنون العاديون في البلد فقدوا الثقة بالدولة بداية، فقدوا الثقة بالعدالة التي تقدمها هذه الدولة. هؤلاء أهل القتيل من عشائر العرب انتظروا سنة كاملة منذ تشكيل تقريبا حكومة مصطفى أديب، ولم يحصلوا لنقل على العدل يلي يتطلب ان يعني ذهب طفل منهم او لنقل ولد مراهق من العشائر العرب. سؤال هنا يطرح لحزب الله، لما هو يستطيع ان يمر داخل مناطق يعلم جيدا انها مناطق قد تثير استفزازات، داخل مرة بداخل هذه المنطقة مدجج بالسلاح، لما سلاح حزب الله أمر مشروع، ولكن أن يتسلح فريق آخر بالبلد أمر غير مشروع. بكل الأحوال نحن ضد السلاح، ونحن ضد السلاح الغير شرعي، وضد السلاح المتفلت بالبلد، ولكن عندما الشخص لا أبرر، ولكن عندما الشخص يفقد الثقة بالدولة أنها تحميه، ربما ترى بعض الجماعات أنها عليها أن تأخذ حقها بيدها، مع أنني لا أوافق على هذا المبدأ، ولكن كان على حزب الله أن يستدرك وأن يعي جيدا أنه لا يستطيع أن يستمر بهذا الاستفزاز في كل المناطق، وليس فقط في المنطقة، في منطقة خلدي. منطقة خلدي لها خصوصية منذ أحداث 2008، أحداث 7 أيار المشهورة، لأنها الممر الحيوي لفريق ومناصري حزب الله إلى الجنوب، لا يستطيع أن يذهب إلى الجنوب إلا عبر الخط الساحلي يلي يمر بخلدي. إذن هو راعى طوال هذه الفترة حساسية هذا الممر، عليه أن يستمر بمراعاة الأطراف الأخرى في البلد إذا كان هو يقول أنه يريد العيش المشترك وأنه ضد الخلفيات السياسية وضد الثأر كما هو تحدث، ولكن هو تهرب هنا وذهب ووضع كرة النار بيد الجيش اللبناني، وقال نحن نضع الأمر بيد الجيش اللبناني. نعم، وطالب الجيش اللبناني بالحيلولة دون إغلاق طريق خلدة مرة أخرى. أستاذ طارق، يعني تتزامن هذه الأحداث مع ذكرى مريرة على اللبنانيين وعلى العرب جميعا، وهي ذكرى انفجار مرفأ بيروت الذي كان حقيقة كارثيا. هل هو تزامن عرضي أم ينبغي أن يقرأ سياسيا وأمنيا قراءة خاصة؟ لا، أولا يعني أنا أعتقد أن ما حصل ليس يعني مقصودا فيما يتعلق بالتزامن مع مجزرة انفجار مرفأ بيروت. هذه المجزرة أسميها مجزرة أنا، التي مر عليها سنة الآن، والتي للأسف وصفتها التقارير الدولية، مثلا منظمة العفو الدولية تقول السلطة اللبنانية تتعمد بوقاحة عرقلة التحقيق. تقرير الهيومان رايت ووتش يقول أقصى من ذلك، أن السياسية لا تريد الوصول إلى التحقيق. مقدمة برنامجكم كانت تقول أن المجلات الأجنبية تقول أن لبنان يعاني من تعمد السلطة في انهيار البلد وعدم الوصول إلى نتيجة في التحقيق. ولكن بعد مرور سنة ووجود هذه الأدلة التي طلبها أو التحقيقات التي كشفها التحقيق الذي تولاه المحقق العدلي، والأسماء التي استدعاها والتي رفضت أن تمشي أمامه، وهي من كبار الضباط، منهم مدير عام الأمن العام ومدير عام أمن الدولة، ومنهم حتى رئيس الجمهورية وغيره، وهؤلاء ضباط وشهادات سمعناها بالأمس وغيرها من الشهادات الحية التي تؤكد على تورط ميليشيا حزب الله بهذه الجريمة بمشاركة عدد كبير من الضباط والشخصيات الرسمية اللبنانية المدنية والعسكرية.
هنا أود أن أقول أن هؤلاء الضباط المتورطين إذا سبق تورطهم هم خانوا القسم وخانوا العهد والأمانة وخانوا الدستور، ويجب إعدامهم لأنهم اشتغلوا لمصلحة ميليشيا قاتلة إرهابية ولمصلحة نظام قاتل إرهابي هو النظام السوري ذهبوا إليه بالنترات الذي استعمله في قتل أطفال سوريا ونساء سوريا. وهنا يجب أن يكون للأهالي السوريين المتضررين من تلك الجرائم حق شخصي في الادعاء على أولئك المتورطين في تلك الجريمة. وأنا هنا لابد أن نؤكد أن جريمة مرفأ بيروت هي من أخطر الجرائم ليس على المستوى اللبناني وإنما على مستوى المنطقة كله. لقد كشفت المستور وكشفت كيف تمكنت ميليشيا حزب الله والنظام الإيراني والنظام السوري من الوغول إلى داخل الدولة اللبنانية عبر شراء زمم وضمائر لضباط كبار ولعناصر ولمسؤولين سياسيين. وعلى اللبنانيين أن يحاكموا أولئك المجرمين الذين أوغلوا في دماء اللبنانيين والسوريين والذين استعملوا السلطة الرسمية التي اؤتمنوا عليها لسرقة أموال الناس ولاستعمالها في الإرهاب. أقول الإرهاب، هذه ليست جريمة عادية، هي جريمة إرهابية بكل ما للمعنى من كلمة. هي جريمة قتل لمئات اللبنانيين، تدمير لآلاف المنازل، تشريد آلاف اللبنانيين، بالإضافة إلى قتل آلاف السوريين، بل مئات الآلاف من السوريين، واستعمال تلك المتفجرات في مواضيع إرهابية. وبالتالي هنا المجتمع الدولي كله عليه أن يعرف أن المساعدات التي كان هناك البارحة كان مؤتمر لدعم لبنان قامت به فرنسا التي تحاول الترويج لمصلحة ميليشيا حزب الله والطبقة السياسية الحاكمة. وهناك كان موقف لنقل واضحين، موقف سعودي مشرف فقط، هو من المواقف الدولية الوحيدة الذي رفض مساعدة لبنان إذا لم يكن هناك وضع حد لميليشيا حزب الله لتتحكم بالشأن اللبناني. وهذا لم يستطع أحد أن يقوله في لبنان ولا خارج لبنان. وأنا هنا أقول صراحة لا أمل للبنانيين بالعودة إلى دولة السلم والأمان. طيب، أو بالعودة إلى هذا أستاذ طارق، حتى منع القفز على المحاور، هذا الملف بالذات سنبحثه في تداعيات هذه الأحداث على مساعي تشكيل الحكومة اللبنانية. لكن لو أذنت لي أن أعود مرة أخرى للأستاذة سوسن، يعني لفت نظري في أثناء الإعداد لهذه الحلقة أن عددا من الأحزاب والتيارات السياسية اللبنانية قالت أن هناك أياد خفية تريد أن تجر لبنان إلى فوضى داخلية، وأن هذا الحادث هو في هذا السياق، وهو رؤية وتصور بعيد تماما عما ذكره الأستاذ طارق قبل قليل من مسؤولية الجيش الذي ترك عددا من العناصر الذي قاموا بأعمال استفزازية وأفعال طائفية منتمين إلى حزب الله، ولم يحقق العدالة منعا للفتنة. أريد أن أسألك عن هذه القراءة البعيدة عن الواقع إذا صح التعبير لهذه الفرقاء السياسيين فيما يتعلق بأحداث لبنان، كيف يمكن أن تؤثر على الوضع الأمني والوضع السياسي المتردي أصلا هذه القراءات البعيدة عن الواقع؟ نعم، أولا حادث الدي أتت بوقت يعني لما تفجرت حادثة خلدي بهذا الوقت. قد يكون لها أبعاد سياسية، منها الضغط على رئيس الحكومة أن يقدم تنازلات. يعني الحدث اللي صار بالنسبة لاستفزاز، أنا أتكلم عن استفزاز حزب الله لمناطق العشائر العرب، قد يكون الضغط على رئيس الحكومة كي يقدم تنازلات. وهناك رأي آخر يقول لا، بالعكس، هو دفع لرئيس الحكومة أن لا يقدم تنازلات يعني تبعا للموقف السني كما قلت في البداية، وإحساس السنة في البلد بأنهم يعني خلينا نستعمل الانكسار الطائفة السنية في البلد. لكن أستاذة سوسن، معذرة، يعني أنا أسألك تحديدا يعني نعم، عن رأيك في هذه القراءة البعيدة عن الواقع للأحزاب السياسية. لماذا لا تضع إصبعها على الجرح؟ لماذا لا تقول إن الجيش والمؤسسات الحكومية لم تحقق العدالة في قضية حدثت منذ عام وتركت الجرح اللبناني ينزف فيما يتعلق بأعمال الثأر والاستفزازات الطائفية؟ لنكن واقعيين، جميع الفرقاء في البلد يعني أصبح حزب الله، لحزب الله أصبح هناك وضعية تسمى هو الحاكم والحكم. الكل بحاجة لحزب الله، أنا أتكلم عن السلطة الحاكمة حاليا.
الكل بحاجة لحزب الله أولا لحسابات انتخابية، ونحن نعلم أن الانتخابات أتية في أيار المقبل في 2022. الكل بحاجة لحزب الله كي يستطيع أن يمرر له لنقل أصوات، طالما أن الحزب متحكم بالبلد. رئيس فريق رئيس الجمهورية بحاجة لحزب الله للانتخابات الرئاسية القادمة. لذا جميع الفرقاء السياسيين عدا قلة قليلة هي من تضع إصبعها على الجرح وتقول أن هناك سلاح مهيمن، هناك حزب له نفوذ في جميع مؤسسات الدولة يؤثر على القضاء ويؤثر على لنقل على مجرى العدالة في البلد. لذا رأينا الحزب كان يعني استعمل طريقة أكثر دهاء من بقية الفرقاء، ولم ينجر إلى ربما إلى فتنة أو لم ينجر إلى حمام دم في خلدة. ذهب يعني حتى كلام حزب الله، حتى كلام أمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله قال أنه يستطيع الاقتصاص، ونائب آخر من الحزب يستطيع الاقتصاص ويستطيع إنهاء هذه المجموعات، ولكن كل هذا جاء في إطار امتصاص نعمة مناصري الحزب والمحاسبين في حزب الله. وهذا متعلق بالموقف المتوقع من حزب الله، وهو ما نبحثه بعد وقفة قصيرة. نلتقي بكم لمتابعة الحديث بعد وقفة قصيرة. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أسعدكم الله، هذه عودة لمواصلة الحديث عن التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة في لبنان. أستاذ طارق، بعد هدوء المعارك وهدوء المعارك في خلدة طبعا، وتدخل عدد من الشخصيات السياسية الوازنة في لبنان وعرضها الوساطة لتهدئة الأمور، هل برأيك أن الأمور يعني توقفت عند هذا الحد، أم أن الاحتقان الذي شاهدناه عبر المقاطع المصورة ينذر بأن الأمور لن تنتهي عند هذا الحد؟ ممكن تعيد السؤال تكرما؟ طيب، بعده تسمعني الآن؟ نعم. بعد هدوء المعارك وتدخل عدد من الشخصيات السياسية اللبنانية الوازنة للوساطة وإنهاء المشكلة في أرضها، هل تعتقد أن انتهت أحداث خلدة، أم أن حجم الاحتقان الذي تولد من هذه الاشتباكات وما سبقها والذي شاهدناه طبعا في مقاطع المصورة، هل ينذر بالنسبة لك بأن الأمور لم تنتهي عند هذا الحد وربما لها تبعات مستقبلا أمنيا؟ طبعا أتكلم عن الناحية الأمنية. نعم، صراحة في كل مرة نرى مثل هذا الاحتقان في لبنان، لبنان بلد غير آمن بتصنيف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وحتى كل التقارير الصحفية التي تتكلم عن بلد تحكمه ميليشيا، تتحكم به ميليشيا، القضاء فيه شبه معطل، لا يقوم بواجبه أو مهدد، الأمن يخضع لتجاذبات سياسية. ما شاهدناه البارح منذ عدة أيام في منطقة خلدة يؤكد أن البنية اللبنانية الأمنية هي بنية هشة، ميليشيا تحاول تتحكم برقاب الناس وتفرض قوتها، ولولا وقوف العشائر بوجهها لكان فعلت الأعاجيب من قتل وغير ذلك، وهي على كل الأحوال مشهود لها بالعمليات الخطف والاغتيالات والغدر. ولكن الأخطر من ذلك ما شاهدناه البارحة في اعتصام اللبنانيين في ذكرى تفجير مرفأ بيروت، عندما قامت مجموعة كبرى من الشبيحة من بعض الأحزاب السياسية وبالأخص الأحزاب المنضوية تحت شعار الدعم للنظام السوري بالاعتداء على المواطنين الذين ذهبوا للتظاهر سلما، وهذا ما يؤكد أن ذلك الفريق السياسي هو فريق يصر ويكابر على ارتكاب المجازر، وهو يدافع عن القتلة وعن المجرمين. ومطلق الأحوال نحن نعاني من ضائقة اقتصادية كبرى ومن ضائقة مالية نتيجة للفساد
ولكن الأخطر من الفساد هو الإرهاب. الإرهاب الذي كشفت عنه جريمة تفجير مرفأ بيروت ليس الفساد فقط، إنما الإرهاب المتمثل ليس في ميليشيا حزب الله فقط، وإنما في مجموعة كبرى من السياسيين والأمنيين والضباط والعناصر الذين ارتضوا أن يكونوا ضمن تلك ذلك التصنيف في دعم ميليشيا إرهابية أو دعم نظام قاتل أو من أجل الاستفادة المالية أو من أجل مراكز معينة، وباعوا أنفسهم وضميرهم ليكونوا في صفوف الإرهابيين. وما حدث في تفجير مرفأ بيروت وما يحدث يوميا من اشتباكات على أرض الواقع يدل على ذلك. ما نراه من عمليات تهريب الكبتاجون المستمر عبر المرافق اللبنانية، من عمليات تهريب إلى داخل الأراضي السورية من مازوت وغيره لدعم النظام السوري على مرأى ومصنع من الأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية، هذا يدل ليس فقط على فساد، إنما يدل على أن مجموعة كبرى من الضباط والقضاء هم يخطون تلك الأعمال الإرهابية وأعمال الفساد، وبالتالي ليس نحن أمام فساد ميليشيا حزب الله، وإنما أمام هي إرهابية كبرى. وليس دائما يمكن للشارع أن يضبط، الآن هناك من يحاول ضبط الشارع لأن هناك أشخاص لا يحبون أن يأخذوا البلد إلى ما لا يحمد عقباه من السياسيين وغير السياسيين، ولكن هؤلاء لهم مصالح مرتبطة مع ميليشيا حزب الله، ومنهم ليس من ليس مصالح، ولكن لا يمكن أن يكون هناك قيامة للبنان بوجود ميليشيا تتحكم برقاب العباد، تحرك العصابات وتختال وتجرم ساعة تشاء، أي باختصار أنها تملك قرار الحرب والسلم ساعة تشاء. وأكبر دليل ما شاهدناه بالأمس من التصعيد مع العدو الصهيوني، حيث تلجأ ميليشيا حزب الله في كل مرة عندما يكون هناك يعني في الدارج اللبناني، عندما تنحشر في الزاوية إلى التعاطي مع العدو الصهيوني في مصطلح تبادل الرسائل والخدمات، فتكون بتوجيه رسائل عبر بعض الصواريخ الخلبية ليرد العدو الصهيوني لكي تصرف النظر عما يحدث داخل الشارع اللبناني. ما يحدث حقيقة داخل الشارع اللبناني هو أن هناك ميليشيا إرهابية قاتلة مشاركة لمجموعة كبرى من الضباط والقضاة والسياسيين، وهؤلاء يجب أن يعاقبوا قبل الميليشيا لأنهم خانوا الوطن وخانوا الوظيفة وخانوا الضمير، ونحن لا يمكن أن نبني بلد بوجود تلك العصابة المتحكمة السياسية في لبنان. في هذا السياق سوسان، يعني لبنان اليوم يعيش نسيجا اجتماعيا متآكلا ووضعا أمنيا متوترا واقتصادا متراجعا، وحقيقة هناك تلاوم سياسي بين الأحزاب، زيد على ذلك أن الناس في البلاد تعيش في فضاء من الاحتقان وسوء الظن فيما بين الطوائف والأحزاب السياسية. هذه في ظل هذه المعطيات، هل تشكل هذه المعطيات برأيك أرضية خصبة ل ممكن اشتباكات أو توتر أمني مستقبلا أطول مدى وأبعد أثرا وأكثر استمرارا؟ يعني الطرف الأقوى والذي يملك سلاح حاليا لا يريد أن يتفجر الوضع، لأنه يريد الإبقاء على هذا الستاتيكو، وأعني هنا حزب الله. بقية فرق قد تكون راغبة ربما يعني باستقلالية، ما البعض طالب بفيدرالية معينة، ولكنه لا يملك القدرة ولا التمويل اللازم من دول الخارج للشروع بحرب أهلية. ولكن أريد أن أشير هنا إلى حادثتين منفصلتين وربما كان لهما الأثر على التغطية عن حادث تفجير المرفأ، وهو أن بعدما اتهم حزب الله بأكثر من تقرير قضائي عالمي دولي وتقارير صحفية بأنه هو المسؤول عن جلب النيترات إلى لبنان كي يهربها لاحقا إلى سوريا إلى النظام السوري، قام حزب الله كان متخوف جدا من النزول إلى الشارع وإحياء ذكرى 4 آب، فقام يعني باستفزاز منطقة خلدي، وهي منطقة لنقل منطقة ساخنة ولها ما لها من خصوصية سنية وطبعا خصوصية ثأرية مع عشائر العرب، قام بفعل هذه يعني بالبروفوكيشن يعني بابتزاز المنطقة كي يذهب إلى هذا الحدث، نقطة.
ومن ثم عندما رأى أن هذه الأوضاع أو يعني استشعر أن هذا مشهد خلدي قد ينتقل إلى بقية المناطق وقد تثير فعلا فتنة سنية شيعية شبيهة بسبعة أيار، حاول ضبط الشارع، ومن هنا جاء امتصاص غضب الشارع وبرمي الموضوع عند جيش لبناني. أيضا عندما رأى أن هذا الموضوع لا يستطيع أن يستثمر بهذه الفتنة أو هذا الحدث الذي حدث في خلدي، قام أيضا برمي صواريخ صوب إسرائيل. ولكن هذا الوضع إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل أيضا له امتدادات بالمفاوضات التي تجري بين الولايات المتحدة وإيران، لأن المعلومات تقول أن حزب الله وعبر روسيا أرسل رسالة إلى إسرائيل يقول فيها أنه سيدافع، أن في حال اعتدت إسرائيل على أي ناقلة نفط إيرانية فأن الرد سيكون عبر الجنوب. وهنا ردت إسرائيل أيضا بدورها عبر فرنسا وقالت أنها سترد في الوقت المناسب وأنها متحضرة لأي استفزاز من قبل حزب الله. طيب لو عدت إلى طارق مرة أخرى، يعني هناك مقاطع تزامنت مع الاشتباكات، مقاطع لعدد من أنصار حزب الله يعني فيها نوع ظهر كان واضحا، يعني وحتى كثير من اللبنانيين عبر عن استيائه، شتم بني أمية، تعبيرات يعني بعض التعبيرات ذات صبغة طائفية. هل هذه بالإضافة إلى المرور في خلدة مدججين بالسلاح، ثمة من يقول بأن حزب الله متقاعس في ضبط عناصره ومؤيديه، أليس في هذا الاتهام نوع من التحامل على الحزب؟ ألا يمكن أن تكون هذه الأحداث فردية ويمكن أن تظهر في أي وقت؟ هل ينبغي أن يكون للحزب أقمار اصطناعية ترصد كل شارع وكل حي وكل فرد ماذا يقول وماذا يصور؟ هذه هي بيئة ميليشيا حزب الله، وهذه البيئة التي تربت على الحقد والغدر والتي تتفاخر بقتل اللبنانيين، وفي كل عملية سياسية تتفاخر بسبعة أيار وبالقمصان السود، وهم يتفاخرون بقتل الأخوة السوريين ليل نهار. والذي ساعد في تنمية تلك البيئة الهجينة يعني التي ليس لها أي قيمة. لكن أستاذ طارق، هل من المنطقي اتهام الحزب بالتقاعس؟ هل منطقي هذا الاتهام؟ هذه البيئة هي نتيجة لسياسة عقائدية متبعة ومنهجة من قبل قادة ميليشيا حزب الله السياسيين والعسكريين، عندما نراهم يخرجون في شاشات الإعلام ويقومون ويتفاخرون بذلك ويطلبون من أنصارهم، يعني عندما يخرج حسن نصر الله من سردابه ويقول لن نسكت بعد لواي يوم ويهدد بإصبعه ويتفاخر بقتل الناس، ولكن لا، هم لا يتحملون مسؤولية فقط هذه إذا كانت ديدنهم وعقيدتهم الفاسدة المقيتة، ولكن هناك تقاعس من قبل الأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية التي عليها أن تقوم يعني على الأقل بتوقيف المجرمين والقتل ومن يشيع الفتنة. ولكن نرى العكس، عندما استقبل رئيس حكومة كحسان دياب شخص مثل أحد الذين يتفاخرون بقتل سوريا منشد ميليشيا حزب الإرهاب ويستقبله ويتصور معه، تصور إلى الدرك المستوى الوضيع الذي وصل إليه رئيس حكومة مثل حسان دياب ومركزه لتصور مع شخص ويأخذ معه صورة وهو شخص مقيت أوقف سابقا من قبل القوى الأمنية بجرم التحريض الطائفي. طيب، ولكن الأخطر أن ميليشيا حزب الله هي ميليشيا منظمة وتستطيع أن تحرك شارعها ساعة تشاء، وما يقال عن عكس ذلك هو غير صحيح، وهي ميليشيا لديها القدرة على أن تجرم وتقتل، لكن للأسف الأجهزة الأمنية هي المتقاعسة، ومن يقول عكس ذلك فهو مخطئ وكاذب، لأن تلك الميليشيا تتحرك بأوامر واضحة سواء كان في النزول إلى الشارع أو في أي عملية إجرامية، هي عملية متسلسلة تراكمية. طيب، قيادات محترفة في القتل وفي الإعلام وفي كل شيء، هم لا يقومون بأي عمل يعني فردي. لكن ولكن لو أذنت لي أستاذ طارق، يعني الوقت ربما يدركنا، لكن حزب الله صدر بيانا قال فيه إننا لو اتخذنا قرارا بالنزول إلى الأرض لكان ذلك إعلانا بالحرب الداخلية في لبنان. وهنا دعني أسأل أستاذة سوسن لو أذنت لي، يعني عندما يقول أمين عام حزب الله حسن نصر الله بأننا لن ننجر إلى حرب داخلية، ولكن في الوقت نفسه ليس لدينا دماء تذهب هباء، يعني كما لو أن ترك الباب مواربا، إنه إذا لم
الجيش والأجهزة الأمنية إذا لم تقم بما ينبغي أن تقوم به من اعتقالات ومداهمات إلى آخره، فإننا ربما يعني نتصرف نحن. هل يمكن قراءة تصريح حزب الله أو أمين عام حزب الله بهذا المسار أم هناك حسابات أخرى؟ أستاذة سوسن؟ طيب، يعني أعود إليك أستاذ طارق، أسألك عن 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 موضوع قراءتك لتصرفات وسلوك حزب الله في المرحلة المقبلة، عندما يقول يعني أمين عام حزب الله بأنه ليس لديه دماء تذهب هباء منثورا، الخيارات التي يمكن أن ينطلق إليها حزب الله، خصوصا أن موقفه العام المعلن أنه لن ينجر إلى حرب داخلية، لماذا لن ينجر؟ هل لأن الحسابات الإقليمية معقدة أم لأنه يشعر بأن هناك شارعا ليس لبنانيا بكل طوائفه وانتماءاته ليس راضيا عن سلوكه السياسي سواء كان الداخلي أو العسكري الخارجي؟ ما أسباب حزب الله؟ أنا دعني أختصر لك المسألة أخي جهاد باختصار وبجملة واحدة. رأس الفتنة في لبنان هي تلك الميليشيا القاتلة التي تخرج سياسيا لتقول أنها لم تجر إلى الفتنة الداخلية، فيما هي تقوم بكل أنواع الفتنة من شعارات طائفية، من قتل، من قطف، من إرهاب، من مشاركة في قتل السوريين واليمنيين. وأنا أعتقد أن ميليشيا حزب الله، بل أزعم أنها هي رأس الغدر ليس في لبنان وإنما في سوريا واليمن، وهي ليست تنفذ فقط سياسة داخلية وإنما تنفذ سياسة إيران في لبنان، بالإضافة إلى سياسة داخلية ومصالحية لمسؤولي تلك الميليشيا، فهم ليسوا ملائكة وإنما هم شبيحة وقتلة. ونحن شاهدنا منذ عدة يعني أيام أحد أعراس بنت أحد المقاومة الذي يدعي أنه قادة المقاومة، كيف كانت عمليات السكر والعربدة ويعني والفرشخة والشرب المنكرات في شاشات التلفزة، ويتفاخرون بأنهم يقومون بأعمال الجهاد في سبيل الله وقتل الشعب اللبناني والشعب السوري، هم في الحقيقة ليسوا سوى يعني منافقين وقتلة. وأنا لست أقول هذا الكلام من منطلق يعني أنني أكره تلك الميليشيا، وإنما أوصف حقيقة واقع لأولئك التجار الذين يتاجرون باسم الدين واستحضرون السارات الحسينية منذ عام 1400 سنة، ولكن في المطلق هم ليسوا بهذه القوة التي يستطيع الذي تخيلها الناس، هم أجبن من أن يردوا على أي شخص قوي، ولكن هم لأنهم اشتروا زمام قضاة وضباط وعناصر أمنية والتجأوا إلى أولئك في حماية أنفسهم، لذلك نرى الدولة هي من تحميهم في كل مفترق. أما لو كانت الدولة تقوم بواجبها بتوقيف أولئك المجرمين لكنت رأيت مشهدا آخر، كما كان رأيته في كالذي رآه الناس في خلدة، وكيف تعامل الأهالي في خلدة مع أولئك الشرذمة المجرمين. طيب، من تلك الميليشيا. تلك الميليشيا تتفاخر بأن لديها صواريخ. طيب أستاذ طارق، نريد أن نبحث، ولكن في الواقع نريد أضع أن تواجه مجموعة مسلحة. طيب، وضحت الفكرة، لكن نريد أن نبحث معك ومع ضيفتنا الأخرى في بيروت يعني تأثيرات المحتملة لهذه الأحداث التي لم تهدأ بعد فيما يبدو حتى الآن على الأقل في نفوس الناس، تبعاتها على مساعي تشكيل الحكومة اللبنانية. لكن نذهب إلى فاصل أخير ومن ثم عودة لاستكمال الحلقة. أهلا بكم أستاذ طارق. ريثما تجهز الأستاذة سوسن، يعني كل ما سبق كان حديثا عن اشتباكات مسلحة وتداعياتها الأمنية، لكن الجانب المهم الآن وربما الأهم هو الجانب السياسي. كيف يمكن أن تترك هذه الأحداث
تأثيراتها على مساعي الرئيس المكلف نجيب ميقاته في سعيه لتشكيل الحكومة اللبنانية الآن؟ يعني الآن الرئيس المكلف أمام امتحان ليس بالسهل لإنقاذ ما تبقى من هيبة الدولة والدولة اللبنانية، ولكن يبدو أن فريق رئيس الجمهورية، وعندما أقول فريق رئيس الجمهورية يعني أقول فريق رئيس الجمهورية والنظام السوري وحزب الله، مصرين على إنهاء ما يسمى أو اتفاق الطائف والدستور اللبناني بفرض أمر واقع جدا لسياسة حزب الله والنظام السوري بإنهاء وجود الدولة اللبنانية وخلق إشكالات، وهذا كله لمصلحة النظام الإيراني ولمصلحة إسرائيل. كيف إسرائيل لها مصلحة بأن لا يكون هناك دولة قوية على حدودها أو دولة متماسكة؟ لذلك نرى الآن أن العرقلات التي يضعها وميشيل عون بتسمية الوزراء، وهم محاولون بذلك إضعاف المكون السني والذي هو المكون الأساسي والكبير في لبنان عبر تلك المماطلات وعبر تلك السياسة والمحاكات والتسويات. والعجيب الأعجب من كل ذلك أننا أمام دولة منهارة اقتصاديا وسياسيا، الناس تجوع، الدولار 22,000 دولار، لا دواء لا طبقة لا غذاء لا بنزين، ويتقاتلون كل الطبقة السياسية تتقاتل على منصب وزير من هنا أو منصب وزير من هناك، وهذا ما يؤكد أن المعركة ليست هي معركة تتعلق بموضوع انتصار سياسي، وإنما تتعلق بموضوع فرط الدولة وتحقيق أكبر مكسب من أموال الدولة وأموال الناس. تصور نحن أمام دولة منهارة وهم يتقاتلون من أجل مراكز صغيرة ووزارية، ولكن هم يختاروا أن تلك المراكز حتى يستمروا في سرقة أموال الناس. تصور 420 مليار دولار سرقت من أموال المودعين العامة في لبنان ولم يتم توقيف أي مجرم وأي فاسد. نحن أمام السلطة للحقيقة سلطة سياسية وقضائية وأمنية بالمطلق شبه فاسدة، ولبنان دولة ليست أقول منهارة بل أكثر من منهارة، وعلى المجتمع الدولي أن يعرف أن أي مساعدات تأتي إلى الدولة اللبنانية ستذهب إلى جيوب أولئك السارقين والمارقين، وبالتالي نحن لا أمل لنا في لبنان إلا بالتخلص من الفاسدين. لكن أستاذ طارق، اليوم نجيب ميقاتي، سأبقى معك أبقى، يعني اليوم نجيب ميقاتي يبدو، أستاذ طارق تسمعني؟ اليوم نجيب ميقاتي الرئيس المكلف، رئيس الحكومة المكلف، يبدو كما لو أنه يخوض حربا ضروسا مع ميشيل عون على تخوم الطائفية إذا صح التعبير. يعني ميشيل عون يطالب بحقيبة وزارة الداخلية التي تنقل مصادر عن ميقاتي بأنه لن يتنازل عن حق السنة بوزارة الداخلية. في ظل هذا الوضع، هل يبدو لك كمراقب ومتابع دقيق لما يجري في لبنان أن ما حصل في خلدة يمكن أن يعطي ميقاتي دفعة قوية إلى الأمام في تحقيق رؤاه في طبيعة وشكل هذه الحكومة، أما أنه بات أقرب إلى الاعتذار عن هذه المهمة بحسب ترجيحات بعض الجهات اللبنانية؟ شوف أخي العزيز، الدستور اللبناني لم ينص على أي وزارة لأي طائفة معينة، ولكن هناك وزارات خدماتية، لكن عرفا ومن بينها وزارة الداخلية، ولكن القصة تتعلق باتفاق الطائف، بتطبيق الدستور، بالسلطة التنفيذية التي نص عليها اتفاق الطائف، وأن السلطة التنفيذية محصورة حصرا برئاسة الحكومة وبرئيس الحكومة ومجلس الوزراء. ولذلك هم الآن خلقوا بعد أحداث 7 أيار الإرهابية التي قادها الإرهابي حسن نصر الله ما يسمى بالصلف المعطل. وللأسف الزعماء السنة في لبنان بدءا من سعد الحريري وفؤاد السنيورة وغيرهم ارتضوا أن يقبلوا بذلك الوقت ما يسمى بدعة الصلف المعطل، وهذه أكبر انتكاسة ليس لهم وإنما للمجتمع اللبناني والدستور اللبناني وللسنة بالذات. وبالتالي أي موافقة من أو أي تنازل من أي رئيس حكومة على الدستور أو على أي مبدأ من مبادئ الدستور لصالح الفاسدين أو لصالح فريق رئيس الجمهورية أو لصالح ميليشيا حزب الله أو لصالح أي فريق، فهو يعني نهاية ذلك سياسيا. وبغض النظر فنحن بالمطلق لا نسعى إلى أن يكون هنالك يعني توزيع طائفي للحقائب، ولكن هنالك للأسف من تلك الميليشيا وتلك العصابة الفاسدة الحاكمة تحكم لبنان من تسعى إلى السيطرة على القرار السياسي في لبنان، ولذلك الخطورة تكمن في صمود الرئيس المكلف في مواجهة تلك العصابة. والأخطر من ذلك إذا سار في ذلك النهج وأعطاهم ما يريدون
فيكون لبنان طيب قد انتهى الى غير رجعه. استاذ طارق، اصبحت السيده سوسن جاهزه؟ استاذه سوسن، بالامس عقد مؤتمر باريس لدعم لبنان بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والهدف المعلن من هذا المؤتمر هو تأمين 350 مليون دولار لمساعدة لبنان، لكن فرنسا تشترط أنه يجب تشكيل الحكومة لوقف مسلسل التدهور المستمر في لبنان، فيما لو نجحت باريس التي تبحث عن استعادة نفوذها في لبنان في تأمين هذا المبلغ، ماذا يمكن أن يقدم هذا المبلغ للبنان في رأيك في هذه المرحلة؟ في هذه المرحلة هو فقط يعني اصلا سيذهب الى المجتمع، منظمات المجتمع المدني، ولن يسلم الى مؤسسات الدولة او الى الحكومة اللبنانية. هو لن يقدم شيء، هو فقط سيكون لمساعدة يعني المجتمع اللبناني او لبنان على يعني لنقل على عدم الانهيار او الوصول الى الارتطام الكبير. نحن نعلم الضائقه الاقتصاديه التي نعيش بها، نعلم تدهور سعر الليره، ونعلم يعني كل امور الاقتصاديه الكل يعلمها، اصبح ازدياد نسبه الفقر. لن يقدم ولن يؤخر هذا المبلغ، هو فقط لاعانه بعض اللبنانيين على تجاوز المرحله القادمه. ولكن بعض اللبنانيين، آلية توزيع هذا المبلغ على بعض اللبنانيين كيف سيكون؟ إذا كانت الحكومة متهمة من قبل اللبنانيين وحتى من قبل القوى الدولية بأنها فاسدة وتستبد بأموال اللبنانيين، ما هي آلية توزيع هذه الأموال؟ نحن نعلم أن منذ أتى إيمانويل ماكرون إلى لبنان 2020 بعد تفجير المرفأ، هو ينسق مع منظمات المجتمع المدني الموجودة في البلد. هناك تنسيق دائم، هناك خلية عمل في الإليزي تنسق مع المنظمات المدنية الموجودة في البلد. سيكون عبر هذه الجمعيات، لأنه لن يقدم أي شيء إلى المؤسسات الرسمية أو إلى الحكومة اللبنانية، لأنه يعلم جيدا. لكن أستاذة سوسن، يعني ربما السؤال الأهم في هذه المرحلة، يبدو أن فرنسا ومن ورائها الرئيس الفرنسي ماكرون تضع كل ثقلها باتجاه تشكيل حكومة لبنانية، هل ستنجح الضغوط الفرنسية برأيك في اتجاه تشكيل هذه الحكومة؟ نعم، لنكن واضحين أن فرنسا ليست جادة فعليا بتشكيل حكومة. منذ لقاء قصر الصنوبر، مقر السفارة الفرنسية، عندما اجتمع الرئيس الفرنسي بنائب حزب الله محمد رعد، أعطاه مدة 8 دقائق للتشاور، ومنذ تنازلت فرنسا عن البند الأساسي في المبادرة التي وضعتها ومنها حكومة مهمة وأيضا مبدأ المداورة، فهي قبلت أن تعطي وزارة المالية للطائفة الشيعية أو للثنائي الشيعي. فرنسا ليست جادة حتى الآن، هي ماكرون يهدد ووزير الخارجية لدريون يهدد بعقوبات على الفاسدين في البلد، ولكن ولا مرة حتى اليوم سموا من هو الفاسد، ولا مرة أشاروا فعلا إلى من يعرقل الحكومة، تشكيل الحكومة اللبنانية، وهو معلوم لدى الجميع أن حزب الله بهيمنته وسيطرته ومصادرته لقرار القصر الجمهوري هو من يعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية. فرنسا ليست جادة حتى الآن بتشكيل حكومة، هي تنظر إلى أبعد من هذا، هي تريد تغيير ربما الستاتيكو القائم أو النظام الحالي. وما حكي عن مؤتمر تأسيسي ومثالثة في البلد هو حتى الآن واضح، يعني هي تريد أن تذهب إلى انتخابات نيابية. ماكرون قال من تنتخبهم هم من يأتوا، أنا لا أستطيع أن أغير بالوجوه النيابية طالما أنتم من تنتخبوا هذه الوجوه. إذن هم يراهنون على انتخابات نيابية قد تأتي في أيار وقد تأتي بمن هو المسيطر. نعم، معذرة، وضحت الفكرة، أزفت الحلقة. وفي نهاية هذا اللقاء أشكر ضيفي الكريمين، كان كلاهما معي عبر سكايب من بيروت، الأستاذ طارق شندب أستاذ العلوم السياسية والأستاذة سوسن مهنا الكاتبة الصحفية. الشكر الأكبر يبقى لكم مشاهدينا الكرام، دمتم في حراسة الله.